من الموضوع الأهم الذي يهم اللبنانيين والجمهور اللبناني، وهي المباراة المنتظرة غدا بين منتخبي لبنان ومنتخب قطر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل. غيبوا الجمهور خوفا من ماذا؟ وأعادوا الجمهور بناء على ماذا؟ هذا كله من أجل مباراة رياضية، مباراة في كرة القدم، وهي لعبة رياضية ويجب أن تكون الروح فيها أيضا رياضية، ولكن البعض قد تخوف من أن تتحول تلك الكرة بين أقدام اللاعبين إلى قنبلة موقوتة يفجرها تشجيع سياسي في المدرجات. ولكن الأمر قد حسم، ولكن حسم بعدما استدعى اجتماعا أمنيا مركزيا، لكن الكل وفي مقدمهم وزير الشباب والرياضة أكدوا على رقي جمهورنا وعلى رقي الشعب اللبناني في الملعب والوطن، ونحن بانتظار أن يترجم هذا الرقي غدا عند الساعة 8:30 في المدينة الرياضية. من مساء الغد، الشعب والأرزة 11 لاعبا، وسيكون الجمهور اللبناني اللاعب الأول على ملعب المدينة الرياضية بعد شائعات بقرار يمنعه من حضور المباراة لأسباب أمنية. ولأننا بلد الضيافة والرقي كما قال وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، سنظهر صورة لبنان الحضارية وسنصفق لمنتخبنا اللبناني الذي سيوحدنا في هذا اليوم تحت ظل أرزته، حيث سترفرف فيه الأعلام اللبنانية ليس في أرجاء الملعب فقط بل في فضاء لبنان. يسعدني أن أستضيف معي في هذه الفقرة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم الأستاذ هاشم حيدر. مساء الخير أستاذ حيدر. مساء الخير. وأيضا معي رئيس قسم الرياضة في قناة الجديد الزميل حسن شرارة. مساء الخير. مساء الخير. وسيكون معنا عبر الهاتف مدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ زيد خيامي. نبدأ مباشرة مع أستاذ حيدر، بصفتك رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لماذا منع الجمهور أولا من حضور المباراة، وعلى أي أساس تم إعادة الجمهور لحضور المباراة؟ من شو كنتوا خايفين أو كانوا خايفين؟ يعني ما بعرف بأي عبارة بدي أستعمل، كنتوا أو كانوا؟ الحقيقة لا كنا ولا كانوا، لأنه الجمهور ما منع أصلا، في يعني في التباس حول هذا الموضوع، لم يمنع الجمهور إطلاقا، ما صدر ولا أي قرار ولا من أي جهة بمنع الجمهور. صار في مباحثات حول بعض خلينا نسميه القلق أو الهواجس من المسؤولين السياسيين والأمنيين، فانتشر بالإعلام وكأنه في منع للجمهور. نعم. بس توضح الصورة، خلينا هيك أعمل يعني بريفينج يعني مختصر شوي حول القصة اللي عم بتصير. من لما تأهل منتخب لبنان لهذا الدور الحاسم بالتصفيات الأسيوية، الدور النهائي، صار في دور كبير للفيفا بالإشراف على المباريات اللي بتصير، والفيفا بيدخل بأدق التفاصيل وبيعطي عناية كبيرة للمباريات. فبدأ أولاً بموضوع المدينة الرياضية، عملوا كشف على المدينة وقالوا في تأهيل معين مطلوب للمدينة. نعم. وإلا ما بتصير المباراة على أرضنا. طبعا عانينا ما عانيناه، يمكن ما أنه موضوعنا الليلة لنحكي فيه، ولكن طبعا نحن الموضوع ولكن نحل الحمد لله نحل. طبعا في دور كبير كان لمعالي وزير الشباب والرياضة وللاتحاد اللبناني لكرة القدم، اللي هو يعني صار عم بيمول الدولة، عم بيرمم عنا لبينما هي تسدد للاتحاد. على كل الأحوال ما إنه موضوعنا. هذا أول قطوع مرقنا فيه. إجا القطوع الثاني هو موضوع الأمني. الموضوع الأمني الحقيقة بدأوا الفيفا، ما بدأوا حدا من المسؤولين اللبنانيين. الفيفا أرسلت لنا كتاب، بعتقد على ضوء المجريات اللي عم بتصير بلبنان، يوم حادث خطف، يوم حادث قتل، يوم بدك تسمع أنا شو سمعت؟ تفضل. وغيري من الإعلاميين والصحفيين شو سمعنا؟
سمعنا انه الدولة القطرية او الحكومة القطرية اتصلت بالحكومة اللبنانية بناء على معطيات وردت لها بانه الجمهور اللبناني اللي رح يحضر مباراة بكرة، هاي المرحلة الثانية، خلينا لا عم بيحضر شعارات ويافطات وتنديدات بمواقف قطر من ما يعرف اليوم بالربيع العربي اللي موجود بالعالم ومن بعض المواقف السياسية، فتخوفا لهذا الموضوع صدر يعني او كان في تفكير سياسي انه منع الجمهور، لانه البعض قال لو كانت يا ترى مباراه مع اوزبكستان او مع كوريا الجنوبيه، هل كان صدر هذا القرار بمنع الجمهور؟ بدك تسمح لي هاي المرحله الثانيه، لانه في مرحله قبل، الفيفا ارسل لنا كتاب قبل هاي المراحل عم بيسالنا عن الوضع الامني بلبنان، عن امكانيه اقامه المباراه، عن تقديمنا لازم اثباتات انه نحن بنقدر نقيم المباراه بشكل امني صحيح. نعم. وكان يعني اذا يعني طلبوا منا طلبات يعني فعلا كبيره كثير وتقرير كبير كثير، حملت هذا التقرير مع رساله موقعه من معالي وزير الداخليه ومن معالي وزير الشباب والرياضه، صحيح بيقولوا فيها هالرساله انه لبنان جاهز لاستقبال المباريات ووضع لبنان الامني سليم وكل الامور طبيعيه بلبنان وهن بيتحملوا اي مسؤوليه بتصير خلال المباراه وما بعدها. اخذت هذه الرساله والتقرير الى الفيفا وخلينا نقول منعنا نقل المباراه من لبنان. لما رجعنا صار هذا اللي تفضلت وقلت عنه، هالجو يمكن قلق من بعض السياسيين، انا ما بعرف تفاصيله شو السبب، استدعينا وطرحوا هاي الهواجس وقالوا نحن في عنا خوف من قضايا امنيه، من الناس يصير في مشاكل من ضمن هذا الجو. انتشر الخبر وكأنه في منع للجمهور، ما صار في منع، وعملنا الاجتماع الشهير للمجلس الأمن المركزي وتم خلاله التأكيد على حضور الجمهور، ما صار في انه عوده عن قرار منع الجمهور، لا تأكيد على حضور الجمهور. طيب راح يصير بكره مراقبه لليافطات والشعارات اللي بدها تدخل ارض الملعب مثلا، راح تمنعوا بعض الشعارات؟ إيه. اذا قال لك شو في اجراءات اولا يعني في مندوب للفيفا، مندوب امني للفيفا موجود بلبنان غير مندوب مراقب المباراه، لنشوف قد ايه الاهتمام. شو جنسيته؟ ماليزي. شو بيعرف شو بده يعرفوا شو كاتبين على اليافطه؟ لا عم بقول عم بعمل مقدمه لقلك اذا كتبوا له بالماليزي. لا لقلك شو الفكره، كلهم بيعرفوه. اولا مراقب المباراه هو اردني من قبل الفيفا بيعرف كل شيء. الامر الاخر انا عم بقول انه في مندوب امني، مدى اهتمام الفيفا بالامن انه بيعطيهم مندوب ليشرف على كل القضايا الامنيه، اذا بحكي التفاصيل شو صار شايف عم بفوت بادق التفاصيل من الاوتيل اللي قاعدين فيه اللاعبين، ضيوفنا واخواننا القطريين راحوا شافوا كل التفاصيل، اذا في مخرج ثاني واذا في مخرج حريق واذا في ما بعرف يعني تفاصيل الامور التقليديه. المهم في مندوب امني جاي مخصوص لان في علامه استفهام على الامن بلبنان، هيك هن معتبرين. الإجراءات الموجودة من ناحية الأمنية يعني القوى الأمنية عاملة كل الإجراءات المطلوبة وأنا مرتاح لها، والمندوب الأمني تبع الفيفا اليوم حضر آخر برزنتيشن بس ما جاوبني على سؤالي. إيه لا هل سيكون في يافطات وشعارات وهو تفاوض؟ رح أوصل، بدك أوصل دغري بقلك. دغري اليوم في يافطات مرحبة بالإخوان القطريين موجودة بالملعب، رح يكون بكرة في يافطات عكس ما عم بيشاع مرحبة بالإخوة القطريين لأنه فعلا هن إخوة لنا والعلاقة اللي بتربطنا فيهم عميقة جدا والعلاقة الرياضية أعمق وأعمق اللي بيننا وبين الاتحاد القطري، فرح يكون في ترحيب فيهم وإن شاء الله الجمهور اللبناني رح يشجع المنتخب اللبناني بكل حضارة، لأن هون هاي القضية الجوهرية في اسم لبنان، لأنه في اسم لبنان في استمراريتنا بالمجتمع الرياضي الدولي. الماضي شو بدنا فيه الماضي، هلا يمكن قطع ولكن هلا من هلا وبالرايح نحن على المحك، أي خطأ من عنا يعني ما بيعجب الفيفا خلينا نحط بين هلالين بيأدي إنه كل مبارياتنا خارج أرضنا وهذا مضر لمنتخب لبنان للبنان للجمهور اللبناني اللي هو بحب منتخبه بحب يشجعه ويكون متفاعل هو وياه، ما بتصور في لبناني رح يضر بمنتخب لبنان، لذلك مطلوب تشجيع بعيدا عن اي سياسي. امر سياسي اي امر غير اخلاقي، خلينا بس يشجعوا بالرياضه. وحتى موضوع الليزر المره الماضيه استعملوا الليزر تعاقبنا عليها ماديا واجانا تنبيه انه اذا يعاد هذا الامر كمان تنقل المباراه او بنخسرها حتى.
لهالدرجه خطوره الامر، وهذا الشيء اللي لازم يعرفه الجمهور اللبناني، انه فعلا بكره حساس، لازم بكره ما يضروا منتخب لبنان ولا باي عمل مشاغب. حسن، كيف بتشوف بكره المباراه؟ بالاول الجمهور هل سيلتزم؟ هل سينضبط؟ ليك انا توني ينضبط الجمهور، نحن قدام محك، هذا اللي قاله السيد هشام، فعلا نحن قدام محك طبيعي مهم كثير. انا بدي ركز على 5 نقاط وبسرعه. النقطة الأولى السياسي بتتقلب، خلينا نتذكر أنه من سنة ونص موقف السياسي القطري كنا عم نقول شكرا قطر، اليوم في ناس عم تقول لا، في ناس مع، السياسي بتتغير والسياسي بتتقلب، فأنا برأيي هاي نقطة أساسية لازم ننتبه لها. النقطة الثانية اليوم موضوع الجمهور، يعني في ناس قاتلوا كرمال وجود الجمهور بالملاعب، واحد منهم السيد هاشم، واحد منهم وزير الشباب والرياضه، يجب ان لا يخذل هول الناس، لانه بكره بمرحله ثانيه بمباراه دوليه ثانيه مهمه، نحن ممكن يكون قدام محك انه يمنع الجمهور او حتى ينقل مباريات لبنان خارج ارضه. النقطه الثالثه توني وهي كثير مهمه، اليوم في عشرات الالاف من اللبنانيين موجودين بقطر، معززين، مكرمين، محترمين، في حوالي 40 نحن بنروح دائما على قطر، السيد وانا وكثير ناس بنتعامل معامله اهل وببيتنا، ما بيسوى انه نفرجي وجه مش هو وجهنا، نحن وجهنا هو وجه كريم محترم، بنحب الناس، بنقدر الناس، وهول اخواننا واهلنا اساسا. النقطة الرابعة اللي كمان حكي عنها السيد هي وجود المراقب الامني، ما نحط منتخبنا قدام خطر انه اقصاء بمباريات، ما نحط بلدنا قدام، ما نحط بلدنا قدام امور، يعني انه خلينا نترك للسياسيين هن يصطفلوا بالمواضيع السياسيه، وخلينا نحن نروح نشجع بالرياضه بكل ما للروح الرياضيه من معنى. بس اللي عرفته هلا انه في شباب غايبه عن المنتخب بكره، عناصر اساسيه من المنتخب، في عنا اصابتين للاسف، يعني من اللاعب رضا عنتر واللاعب محمود العلي مصابين. محمود بعد من مباراة الإمارات، صحيح. بعد مناسبة سيد محمود عم يتعالج بقطر، كمان هذه إشارة أنه مجانا لاعب محمود العلي عم يتعالج بقطر مجانا على حساب الاتحاد القطري، هو تبرع لنا بهذا مثل ما تبرعنا بمعسكرين قبل، نحن المعسكرين قبل المباريات أمنهم بقطر قبل تصفيات الإمارات، كانت معسكرين مجانا تقدمي من الاتحاد القطري. قد رح يكون تأثير غياب رضا ومحمود عن المباراة بكرة سلبي؟ يعني أكيد في 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 يعني تأثير سلبي كبير، بتعرف ما بيقدروا مثلا ما بيقدروا يشاركوا ولا لدقائق معدودة. رضا عنتر لاعب كبير وكما يسمى فريق بنفسه، يعني بحد ذاته فريق، فأكيد رح يأثر ومحمود العلي، ولكن هذا لا يعني انه الشباب الموجودين ما عندهم الكفاءه اللازمه، وان شاء الله بغطوا هذا الغياب وبقوموا بالمهمه، يعني اللي اكيد صعبه عليهم، ولكن امام هذا الجمهور ان شاء الله اللي راح يكون كبير اكيد راح يكون عامل اساسي وفاعل بخليهم يعملوا شيء ان شاء الله نتيجه ايجابيه. ولكن انا بحب هيك تذكرت شغله، انه انا كنت مجتمع مع اللاعبين، فعلا حملوني رسالة للجمهور انه نحكي باسمهم، هن عم بيقولوا عم بينادوا عم بيناشدوا الجمهور انه فعلا يلتزم بكل القضايا الرياضية حبا فيهم، فهي مناشدة من لاعبين منتخب لبنان لجمهورهم انه بنترجاكم. هيدي تمنياتنا، هيكون من الحب ما قتل، يعني هيدي تمنياتنا. سؤال اليوم عم ينطرح بكثرة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، هل صحيح انه في اصرار من المدرب على الحارس الذي شارك بمباراه لبنان والامارات؟ اذا بقول لك يمكن ما بعرف، استاذ حسن بيعرف هالشيء، ما بحياتي بتدخل لا انا ولا غيري من الاتحاد، يعني من اللجنه العليا بموضوع الفني، الموضوع الفني متروك كليا. طيب ما سالته؟ والله ما سالته حقيقه، ما سالته توني. لا انا بدي اقول لك شغله عن هالموضوع، بالغ الجمهور اللبناني بالتعاطي مع هيدي النقطه بالذات، زياد ولا عباس، عباس ولا زياد، اثنيناتهم حراس كبار، اثنيناتهم ممتازين، عباس غلطه بمباراه زياد مشاركه عادي، يعني عادي هيدي بتصير، وحراس كبار بيغلطوا. انا برايي هذا موضوع يترك للمدرب، هو يختار من يراه الانسب للمباراه، مش معناتها الثاني مش كفو، لا بالعكس، اثنين كفوئين، اثنين ممتازين. عندنا حظوظ امام قطر، حظوظ متكافئه، نحن والقطريين بمستوى واحد، هن بيتميزوا عننا بانه متجانسين مع بعضهم اكثر، ونحن بنتميز عنهم بمعنوياتنا العاليه. القطريه
في مجنسين طبعاً لانه فيه. مثلا بالفرق الاخرى مثلا باسكت بول في مجنسين صحيح. نحن ما قدرنا نجيب ولا اي لاعب من اللبنانيين او من اصول لبنانيه كان يحكى بعدد من الاسماء. لا اجا نحن عباس حسن واحد عباس. لبناني نادر مطر لبناني صح مقيم باسبانيا يعني كان لاول مره اجا بهالهدف وطبعا في اللبنانيين اللي بنسميهم المحترفين اللي عم يلعبوا برا كلهم طبعا كلهم موجود. نحن حاولنا مرارا الاتصال بمدير عام وزاره الشباب والرياضه ولكن يبدو منه على بهذا التوقيت. انا بحكي باسمه خلاص نحن كلنا بنحكي باسمه. انا بدي اتشكرك استاذ هاشم بدي اتشكرك استاذ حسن. بدنا نتمنى من كل قلبنا بكره اولا نحن نثبت لكل من يشكك برقي هذا الشعب اللبناني اللي من بدء حضارتنا نحن شعب راقي، نحن شعب محب الى كل اخواننا العرب على مختلف بعدهم الجغرافي او انتماءاتهم او اختلافات السياسيه. يمكن نحن وياهم في ناس بتلتقي بالسياسي في ناس اخرى بتختلف بالسياسي، ولكن انا دائما بقول لهم يمكن الله اوجد الرياضه لتوحد الشعوب وتبعدنا عن كل ما يقسم هذا الشعوب. وانا من هذا المنبر باسم الملايين اللي رح يكونوا بكره وراكم وقلوبهم كلهم معكم رح اقول لكم الله معكم، نحن معكم، وبكره كلنا امل انه هالارزي مره جديده ترفع بابطال لبنانيين ما عندنا شك بكفاءتهم ولا للحظه. طبعا كل حصان بيبقى له كبوه، ان شاء الله تكون كبوه الامارات المره الماضيه علمتنا انه ما بقى نوقع بثغرات جديده ونكون الطريق والحلم للمره الاولى بتاريخ لبنان اذا الله اراد ان نوصل للنهائيات بالبرازيل. شكرا استاذ هاشم. شكرا استاذ حسن.